اكيد بتحب تروح السينما وتشتري فشار حلو او حلو. النهاردة اوريكم ازاي تعملوا فشار بالكراميل. هنفتح النار تحت الحلة كبيرة ونحط فيها 3 أو 5 معالق كبيرة من زيت. ضروري جدا نحلي الزيت يسخن. بعد كده هنزود 10 معالق كبيرة من الذرة. نقفل الغطاء وبعد كده نهز الحلة عشان نغطي الفشار بالزيت. بعد قليل الفشار هيبتدي يتعتق. ما نفتحش الحلة، بس ضروري جدا كل شوية ندي الحلة هزة بسيطة. نسيب فشار يهدى واحنا هنعمل كراميل. في الحلة كبيرة النار هنفضي كوب سكر. اول ما السكر يبتدي يسيح هنساعده بسباتشولا. هننزل عليه معلقة كبيرة من زبدة. خدي بالك السكر هيكون سخن جدا والحليب هيبهر جامد. بعد ما الزبدة تسيح هندي حليب الكراميل تعليبة، وبعد كده هننزل الفشار وبسرعة هنديله تعليبة عشان يتغطى بالكراميل كويس. هننزل فشار على مفرش سيليكون او ورا الفول مدهون زيت. فشار بكراميل بيتي لا تكاوم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.